أهلا من جديد. مقاطع متداولة بشكل كبير للسعودي عبدالله الحسين الذي يقدم مقاطع بعضها جاد وبعضها كوميدي، حظيت بانتشار واسع حيث يظهر فيها منتقدا سلوكيات اجتماعية لكن بشكل كوميدي ويقلد مشاهير، وكانت مشاركته في أغنية بربس قد فتحت له أبواب الانتشار. راح أذكر حقائق عمرية يجب أن الجميع يعرف عنها الصراحة، وبالأخص راح أتكلم عن الثلاثيني. الثلاثيني هو شخص مصدق نفسه ويشعر أنه صاحب خبرة عريقة في هذه الحياة، وزائداً على مشكلته الفكرية عنده أيضاً مشكلة في الشكل الخارجي، شخص مخلقة يفشل ما ودك تمشي معه في مكان عام، شخص لا يأبه بالتجديد لا في شكله الخارجي ولا في أفكاره اللي ممكن تطور من جهة عمله. وفي الاستوديو ينضم إلينا الناشط في مواقع أو على مواقع التواصل عبد الله الحسين. أهلا فيك معنا عبد الله. أهلين. أهلين. إيش خلاص كيف الثلاثين؟ مختلفة الثلاثين صح. والله. أحس إني نضجت يعني. يعني كنت 29 بس ما كان شعور مثلي. 30 فرقت. 30 فرقت كثير مرة. طيب وفي كمان شيء ثاني فرق في حياتك اللي هو العودة للسعودية من الابتعاث. كيف كانت تجربة الابتعاث والآن العودة؟ والله تجربة الابتعاث كانت مفيدة جدا، يعني عززت في أشياء كثيرة فيني، يعني غيرت في شخصيتي كثير، أشوفها تجربة مثمرة جدا يعني. غير الجانب الأكاديمي برضو يعني استفدت منها في أشياء كثيرة، مثلا منها كسر الحاجز في موضوع الخجل، يعني اللي علمتني أني أكون جريء أكثر، خاصة أن أنا عندي مشكلة الخجل من قبل، يمكن تكلمنا في الموضوع قبل يعني. فصرت تتكلم مثلا في سناب وفي الأشياء هذه كلها وتعودت أكثر، بس برضو حتى الخجل بعدين لما تيجي في الطبيعة برضو مختلف يعني. طبعا اي طبعا، اذا صورتي في سناب شات انت مرتاحه، اي ما في ناس السياره، اي ما في ناس، ما في الا انت والكاميرا يعني، فاكيد الموضوع مريح جدا، بس اذا قابلت الناس اكيد الموضوع مختلف يعني. فانت تغلبت برضو عليه يعني هذا الشيء كمان حتى قدام الناس. انا بشوفك مثلا بتطلع في مؤتمرات وبتتكلم عن تجربتك. الحمد لله يعني، بس برضو ما زال موجود الخجل يعني. بس يمكن خل اقول خففت منه كثير. يعني بعد دخولي للسوشيال ميديا الخجل عندي خف عن أول بكثير يعني. صرت أجرأ من أول، كسرت حاجز أني ممكن أصور نفسي بالجوال. أنا كان عندي مشكلة في موضوع أني برضو أطلع وجهي للناس، فيمكن موضوع السوشيال ميديا وموضوع أمريكا جرأني أكثر في هذه النقطة. جميل. والآن العودة، العودة يعني أنت مطالب الآن أنك تكون أنشط، أنه يكون عندك إنتاج أكبر، التوقعات كبيرة، خلاص أنت ما عدت بتدرس برا، أنت دحين الآن من مشاهير السوشيال ميديا أو مواقع التواصل في السعودية، إيش ناوي تسوي؟ والله يعني بعد ما طوينا صفحة الجانب الأكاديمي يمكن بحاول أني أنتج وأشتغل في الأشياء اللي أنا أحبها. يعني أنا أحب أكتب كثير، فبحاول أني أستثمر موضوع الكتابة عندي في أني أصنع محتوى مرئي يعني خلال الفترة الجاية. أنا توني جاي يمكن مالي 3 شهور، بس قاعد أشتغل الحين في الموضوع، وإن شاء الله يعني في أشياء كويسة في المستقبل. بس مثلا حتتوظف في الشركة في نفس الوقت كمان، ولا خلاص دخل السوشيال ميديا كافي؟ دخل السوشيال ميديا كويس، بس يمكن في الفترة الحالية أنا ما نويت أني أتوظف في مساري الأكاديمي، بس ممكن أتوظف قريب. بس حاليا انا مركز على موضوع الميديا اكثر، يعني ما عندي رغبه انه اني اشتغل في الفتره الخاصه في اول سنه يمكن. بس ممكن اشتغل في المستقبل يعني، امنت الموضوع الاكاديمي على جنب. ايوه. وقاعد اشتغل في الاشياء اللي احبها حاليا. طب يعني عبد الله اللي يعرفك ويتكلم معك ويتابع، يكون متابع جيد جدا لسنافاتك او الاشياء اللي بتنزلها، يشوف انه يعني عبد الله شخص مثلا عنده عمق، عنده ذكاء، عنده اطلاع وما الى ذلك، بس في فكره عامه كمان ثانيه عن عبد الله، انه عبد الله يعني من الشباب اللي يعني حقين السوشيال ميديا لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، خليني اقول لك اياها طبعا هذه المقوله المعروفه، وضعف من ذلك أغنية بربس كمان، أنت بيضايقك هذا الشيء الفكرة دي عنك؟ لا أتوقع اللي يطلق عليك كلام مثل هذا إنه أي مشهور أحمق، أو مثلا لو أنا صنفوني من الفئة هذه، ما فهموا موضوع السوشيال ميديا كويس. أنت في النهاية قاعدة تصورين في حسابك الشخصي، يعني أي شيء تعرضينه في النهاية يرجع لك، يرجع لمزاجيتك ورغبتك يعني في المحتوى اللي أنت تقدمينه. فموضوع الحكم أنا ما أشوفه يعني موضوع مؤثر بالنسبة لي.
فاللي دائما يحكم او يطلق احكام انا اشوفه ما فهم السوشيال ميديا كويس. يعني انت ما عجبك الموضوع لا تابع. عشان كان اكون جديه معك يعني انت بتتكلم مثلا احيانا في مواضيع جدا بتكون جديه وجدليه مثلا في السعوديه وفي نفس الوقت بعدين اجي اشوفك وانت بترقص في بربز، كيف بدي اخذك بشكل جدي؟ هو اهم نقطه في الموضوع ان يعني الشخص اذا مثلا غنى او رقص او تكلم مو معناته انه يحكر نفسه في هذا الشيء خلاص. يعني انا تكلمت انا المفروض انه انا ما انبسط او ما اغني او ما ارقص. يعني هذه كلها ترجع في دائره شخصيتك انت. اذا انت اظهرتي شخصيتك وطلعتي بعفويه قدام الناس راح تتصرفين على طبيعتك. فاذا كنت تغنين في الحياه الواقعيه راح تغنين في السوشيال ميديا، انت تسولفين في المجلس وعندك وجهات نظر برضو راح تعرضينها في السوشيال ميديا. فانا احاول اني اكون عفوي بقدر المستطاع. واكثر المقاطع اللي بتنتشر لك انت عارف انها هي برضو تكون مقاطع اللي مثلا بتقلد فيها الناس، اللي بتغني مثلا زي الاغنيه لأدل ولا الاغاني الثانيه اللي انت بتعرب بتحط لها كلمات برضو هذه مختلفه. انت هذه المقاطع بتكون متوقع لها هذا الانتشار، بتنزلها لهذا الانتشار؟ قصدك يعني قبل لا أنزلها أنا أصير إيه تكون عارف إنه هذه هي اللي راح تضرب معك؟ ممكن نعم ممكن في بعض المواضيع يعني أشعر أنها ممكن تلامس الناس يعني سواء كانت أغنية أو وجهة نظر. فبناء على كذا أحاول أني أنزل مقطع في شبكات التواصل إذا حسيت أنه يلامس الناس. زعلوا اللي قلدتهم؟ ما حد ما سمعت أي شيء من أي أحد. نعم. من اللي أنا قلتهم فما أتوقع أنه في أحد زعلان إن شاء الله. ان شاء الله يمكن بس على العموم نحن نتمنى لك التوفيق في السعوديه وان شاء الله يعني نشوف كمان انتاجك في الفتره الجايه. كان معنا الناشط على مواقع التواصل عبد الله الحسين، شكرا لك.